من هنا في كاليفورنيا، أبعد مكان في أمريكا الوطن العربي. موجودين معاكم النهاردة من أصغر شارع في هوليوود، هوليوود بولفارد. الفقرة الأولانية دايماً بنبدأها كل الجديد اللي بيحصل في هوليوود وفي كاليفورنيا. إعلانات السينمات تقريباً بتتكلم عن فيلم ستار وورز، السلسلة الجديدة اللي اسمه ستار وورز فورس أوف أويكنس. ديزني بيكسرز هيكون عندها مجموعة تانية من الأفلام زي أويرنس وأفنجرز وكابتن أمريكا. هوليوود هي رمز السينما العالمية، وأكيد كل النجوم وكل المواهب في الوطن العربي في العالم كله حلمهم هوليوود.